بعدين حكينا لهلا كثير عن الالوان، بس في منطقه بالجسم ما بنحب انه يكون في ولا لون وهي الاسنان. الاسنان دائما بنحب يكونوا كثير ناصعين البياض لنعرف كيف فينا نبيض اسناننا. خلينا نشوف سوا الريبورتاج. كثير من الناس ما بحبوا السمايل تبعهم لسببين كثير مهمين. سبب له موقع بحجم موقع الاسنان مع الوجه، والسبب الثاني الميجر هو لون الاسنان. اهم عامل اضطرار الاسنان هو العمر. مع العمر بنصير نستهلك مواد ملونه كثير مثل كافي، تي، دخان، زيت. هدول سهل اكثر فيها ملونات بتصفي الاسنان مع العمر، وهيدي لها حلول حنحكي فيها، منها الان اوفيس تكنيك، منها الليزر، الزوم، كلها هيدي بتساعد وتفتح اسنان كثير درجات عاليه بوقت كثير قليل. وكمان عامل مينتنس كثير مهم، فينا نعطي تري على قد السنين بيلبسها الشخص مره بالشهر، وهيدي كثير كستمايز، كل شخص بيعرف قديش بيبيضوا سنينه، يعني شخص لازم يفهم شوي على سنينه قديش بسرعه بيتفروا وقديش لازم يحطها هيدي الجوتيير كم مره بالشهر وبالنهار، في حتى كمان قبل ما يظهر هو عم يعمل ميك اب او عم ضيع وقت فيه يلبسها ساعه، بيعطيه شوي بوستنج للسمايل تبعه. في كثير ناس تكنيك تبييض الاسنان ما بتلقط عليهم لعدة أسباب، لذلك بنلجأ للهوليوود سمايل، هي كناية عن عدسات ليس كثير ناعمة صغيرة بتيجي على الأسنان. وهون كثير مهمة الكوميونيكيشن بيننا وبين المريض، بعرف قديش معقول يكون حجم السنان مع الوجه، وين موقعه مع الوجه، وحتى اللون، يعني اللون لازم نتفق نحن والشخص نقعد نعمل جلسة حكي نحن وياه، نقدر نعرف اللون اللي بدنا نقيه. بالنسبة للهوليوود سمايل في شيء اسمه الجزاجيزم، وهو علاقة الوجه مع السنان. نحن السنين لازم يكونوا ان هارموني مع الوجه مش العكس، يعني بناخذ بعين الاعتبار لون البشره ولون العيون والكاركتر. لذلك لما عيط السنين بقى تركب وترانسلوسنسي وقديش سمر كثير لها علاقه بالوجه، حتى لها علاقه بالسن. اذا كان حدا اويل سكن وعطيناسي كثير لمعين ببين كل وجهه عم بلمع ببينه ارتفيشال. اهم شيء بكل الموضوع حتى الالوان اللي بنحطها يطلع الشخص ناتشرال. بالنهايه موضوع كثير كبير ومهم اللون، لذلك بتمنى في كثير اشياء بنخدها بعين الاعتبار، واهم شيء الشخص ياخذ الفيرلي افكت بالسمايل تبعه، حتى لو ما كان كثير لميع، في اشياء فيها نعملها تكنيك بالهوليوود سمايل يطلع فيرلي ويطلع سكسي سمايل ورايق وحلو ويكون ان هارموني مع شخصيته ومع وجهه ومع الوان وجهه وعيونه.